أضرار فقط مادية، سالمين الشباب أهم شيء، وهمتهم قوية بهمة قائدهم السيد الرئيس محمد ريكان الحلبوسي. ماضون بمشروعنا الإعماري، لن تخيفنا هذه الأعمال نهائيا. كلنا ثقة بالقوات الأمنية والقضاء العادل أن يقبض على الجنات ويسلمهم ويحاسبهم إن شاء الله عن قريب جدا. بعض الأطراف السياسية تحاول تشترك قضية تشكيل الحكومة وما تكون كانت معارضة، يعني تكون فيها هذه الأفعال. يعني احنا ما نقدر نستقر اي شيء حاليا، ما نقدر نستقر اي شيء، احنا كل اخوه في هذا الوطن يجب ان نتشارك جميعا في بناء هذا البلد، ما نقدر نتهم اي احد او اي جهه، هذا الموضوع باختصاص القوات الامنيه. يعني ما رسالتكم لبعض الاطراف السياسيه المختلفه عن المشروع؟ يعني الاختلاف بالراي لا يفسد الود قضيه، نحن في بلد ثقافه الديمقراطيه موجوده وثقافه المعارضه البرلمانيه موجوده وثقافه المعارضه ايضا بالاعلام، وحضراتكم موجودين تنقلون كل الاراء، فبالتالي اختلاف في الاراء لا اكثر ان شاء الله. قد تكون هذه الخطوه بسؤال الاخير هي من اجل عرقله الكتله الاكبر المظلوله ربما، يعني ما نقدر نتكهن اي تكهنات. احنا اليوم حزب تعرض الحمد لله على السلامه، ونشكركم على تغطيه الاحداث.